مساء الخير الأستاذ حبيب طاوة. مساء النور. أحب أدخل في الموضوع مباشرة لضيق الوقت، فحضرتك ألقيت محاضرة في هنا في مؤتمر الدولي لإنارة على موضوع الأنبياء الكذبة، وكانت محاضرة رائعة جدا، ولقد عملت تسجيل مع الدكتورة هلا وردي، وهي تحدثت عن آخر أيام محمد وكذلك ما بعد موت محمد، وحضرتك يعني أنك تحدثت عن الموضوع في ضمن نفس السردية التاريخية، فممكن تحكي لنا عن هذا الموضوع؟ هقول أولا هم الأنبياء المتنافسين، نعم، يتنافسون كلهم على السلطة نوعا ما وما أو على النبوة أو على النبوة، نعم. فإذا كان نريد أن نفهم الموضوع، نعم، جوهر الموضوع هو وضع الجزيرة العربية أيام انطلاق الإسلام، نعم، حوالين الجزيرة العربية إمبراطوريتان، نعم، هي الفرس والبيزنطيين، نعم، وثالثا مملكة أكسوم في الحبشة، نعم، الثلاثة يتنافسون هناك. هناك كان حرب ضال ربع القرن 25 عام بين الفرس والبيزنطيين، نعم. فإذا الهدنة أو السلام الذي حصل وهي سلام بينهم عمل أنه لا يريد الأحد أن يعاكس الثاني، نعم. في أيام الحرب انتهت ب628، نعم، نحن نعرف أن الرسول توفى بسنة 632 بحسب السردية الإسلامية، حسب المضبوط. يعني معنا بعد 4 سنين هناك نوع من هدنة بين الاثنين، نعم، ولكن ليس هناك سلام بين الفرس وأهل أكسوم، نعم. ما كان وضع الجزيرة العربية؟ الجزيرة العربية هناك فيها قبائل طبعا، ومحمد ابتدت نشر الدين الإسلامي أو ما كان يقال عن الدين الإسلامي، وهناك ناس برزت وقالت نحن أنبياء، نعم، نحن أنبياء بمعنى ادعوا النبوة، ادعوا النبوة، نعم. أول وأهم واحد فيهم الذي يقال عنه مسيلمة الكذاب، نعم، على أساس أنه لا أريد أن أعطي فكرة تكون محايدة من جهة أو من جهة، فنقول أنه اسمه مسيلمة، نعم، مسيلمة ابن حبيب، نعم، الحنفي من، نعم، قبيلة بني حنيفة، بني حنيفة، نعم، وبني حنيفة كانت بوسط الجزيرة العربية، نعم، منطقة قريبة للرياض حاليا، نعم، أو شمال الرياض، ادعى بالنبوة. وإذا سمعنا ماذا يقول عنه ابن هشام، نعم، ابتدى بالنبوة قبل الرسول، نعم، قبل الرسول، نعم، وكان عنده قوات مهمة وعنده جنينة، نعم، واعتبر أنه جنينة شيء مهم على أساس جنينة هي جنة صغيرة، نعم، وعنده قوات عسكرية، وسمى نفسه الرحمن، لهذا سموه رحمن اليمامة، هو كان في إله، نعم، بالجزيرة العربية اسمه رحمن، مثل ما كان في لات ومنات، وكان في واحد اسمه الرحمن. إذن هذه أدلة غريبة تقربنا نوعا ما من رسالة الإسلام، نعم. وذهب إلى محمد وزاره، مثل ما يقول ابن هشام، نعم، وبالسر. وهناك كلمة لمحمد يقول أن إذا لم يأتينا شخص، يعني ليس عنده كبرياء، فإذا هو شخص محترم، نعم، فوق نفسي، فوق نفسي أنا كمحمد، فإذا هذا شيء غريب. قالوا انه من باب مجاملة، هذا مكتوب، انا ما نعم، مش انا اللي كتبته، نعم، اي، ما معقول جدا يكون مجاملة،
وهذا تفسير التفسير العام يقول أنها هي مجملة. نعم. ويقال أن عرض محمد فصل الدنيا الغرب لمحمد والشرق له لمسلمة. وهناك طلب ثاني يقول فيه أريد الدنيا كلها. نعم. هنا خلينا نترك مسلمة على جنب. شخص ثاني هي مرأة اسمها زجة بنت الحارث من قبيلة تميم وأمها من قبيلة تغلب التي قيل عنها أنها مسيحية. نعم. نزلت بقوة عظيمة من منطقة الموصل إلى وسط الجزيرة العربية. الجزيرة وتلاقت مع مسلمة ويقال كمان بالنصوص. نعم. الإسلامية أن عندما قدمت إلى مسيلمة أو مسلمة خاف منها خالد بن الوليد. نعم. ولم ورجع قوته الى الخلف. المهم لا ليس هناك اي لقاء بينها وبين قوات مسيلمة خالد او مراسله. نعم. مع محمد او مهما كان. نعم. ليس هناك علاقات. وصلت على قرب من مسلمة خاف، تلاقى معها، تفاوضوا. نعم. وعدها بأن يعطيها نصف الزراعة الأمح السنوية. نعم. هذا لأن منطقة اليمامة التي فيها. نعم. بني حنيفة غنية من جهة الزراعة. نعم. غريب بجو صحراوي لكن هذا هو حتى الآن. فإذا اتفقوا وصار تزوجوا. نعم. صار في زواج. تزوجوا وبعد يقول الطبري انه بعد 3 أيام تركته ورجعت الى قبيلتها. نعم. ثم حصل ما حصل بتاريخ الاسلام وماتت واسلمت قبل الموت وقبرت كمسلمه. نعم. هذه الثانيه. الثالث هو طليحة. أستاذي قبل ما نروح لطليحة، هذا الزواج ماذا ممكن فهمه؟ هل هو زواج سياسي أكيد سياسي وديني، عشان بس حصل تأثير ديني منها عليه. نعم. كان هو يدع إلى 3 صلوات باليوم، ولكن هي قالت له يجب أن يكون 5 صلوات باليوم. نعم. هذا يمثل أن حصل تأثير منها عليه. ما هو التأثير الديني على الأصول؟ نعم. صعب الواحد يعرف. نعم. طيب بعدين عنا لسنا ما قتلناش لسه مسلمة. نعم. لسه ما مات. ما مات. بعدين عنا الثالث هي طليحة من بني أسد. نعم. طليحة كان عنده قبيلة. عندها علاقات مثل القبائل الغير متمدنة. نعم. راح نكمل هذا الموضوع في حلقة أخرى. أوكي. لأنه انتهى وقت البرنامج. أشكرك الأستاذ حبيب. شكرا جزيلا دكتور.